Tell me about the commander of the Lebanese forces. Let me examine your retina to open the file. Verifying your identity, please wait. Access granted. Level 2 security. Authorized by the ALF President Professor Fadia Gossain. رفيقات الطالبات، رفاق الطلاب، يمكن البعض يعتبر انه زمن المقاومة ولى، لانه الحرب وعهد الوصاية ولى، بس هذا غلط، غلط كبير. صحيح الحرب الساخنة ولى، بس الحرب الباردة بعد مستمرة. صحيح عهد الوصاية ولا بس ملايكته كل أصح شياطينه بعضهم حاضرين. هلأ زمن المقاومة والصمود الفعليين، لأنه بآخر 20 سنة ما انترك شيء ممكن ينعمل تاللبناني يترك أرضه ووطنه إلا ما عمل. نحن أحفاد تاريخ طويل سقطت كل الصعوبات اللي واجهتنا خلاله وبقينا نحن وبقي لبنان. ما رح نسمح لحدا ييأس شعبه بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم بيعيشها. رح نضل بطليعة المقاومين للوضع الشاذ اللي نحن فيه تنساعد اللبنانية يقطعوا هالمرحلة الصعبة تنوصل على شط الأمان. ما في مشكلة من المشاكل المطروحة إلا ما إلها حل. أهم شيء بالوقت الحاضر نتمسك بأرضنا بوطننا ببلدنا قد ما جربوا يصعبوا الحياة علينا فيه. هيدي اسمها مقاومة، مين قدنا بيعرفها. ورح نضل نقاوم ونقاوم ونقاوم تا يتعبوا هني وننتصر نحن. ضبان الحبس تعبوا، نحن ما تعبنا. ضبان الحبس لويوا، نحن ما انحنينا. ضبان الحبس دابوا، نحن ضلينا صلبين. ضبان الحبس انكسروا، نحن ضلينا صامدين. ما في مشكلة إلا ما إلها حل. اللهم نتحلى دايما بإرادة المواجهة وإرادة المقاومة. نتشبث بأرضنا، نتشبث بأرضنا ونضل متشبسين فيها تما تعود قوة بالكون تقدر تفصلها عنا أو تفصلنا عنا. نحن ولا مرة كنا مجرد ناس بيتلطوا تتمرق العاصفة. نحن وبعين العاصفة ما رح نترك فرصة تمرق بدون ما نجرب نغير الواقع اللي احنا فيه. نحن دفعنا ثمن هالبلد دم، ما حدا منا يتوقع نستبدله بكمشة دولارات. صحيح على الدرب رح يصير عنا أخصام، رح نربي عدوات، بس مين قال هيني تكون مستقيم؟ مين قال هيني تكون نظيف؟ مين قال هيني تكون آدم؟ وبكافة الأحوال مين بأي يوم من الأيام قال هيني تكون قوات؟ Thank you.
عمليات الاغتيال والترهيب خنقت أصوات كتيرة. وخلت أصوات تانية تخفت وتسير الوضع تتخلص راسها. شايفين كيف الناس من حواليكم محبطين، يأسنين، مستسلمين. وهون بالفعل بيجي دوركم أنتم، دوركم أنتم بالذات. بيجي دوركم تتوقفوا سد منيع بوجه كل هالمناخ التيئيسي الإحباطي. هاي بالفعل بدها طلاب قضية، بدها طلاب مقاومة. وانتو طلاب القضية وطلاب المقاومة اللي ما بتنكسر وما رح تنكسر ابدا ابدا. خليكم متذكرين كيف قدرنا نقلنا جبال عهد الوصاية لخارج لبنان، وخليكم متذكرين كيف قدرنا ندوب حديد السجن. نحن أولاد القضية اللي ما بتنطفي، نحن أولاد المقاومة اللي ما بتموت. هيك كانوا جدودكم، هيك كانوا بياتكم وأماتكم، هيك هو جيلنا نحن، وهيك أنتوا رح بتضلوا. عاشت الحركة الطالبية، عاشت القوات اللبنانية، ليحيا لبنان. بعد عم بيغتصب الدولة وعم بيحطم البلد، والساكت عن الجريمة رح يكون مشارك فيها. الموظف الدولي بده يصير مصدر انتاجية،
بطل بدنا موظفين اللي على الدولة موجودين بس لأنهم أصوات انتخابية. الوظيفة بتروح وبتجي، بس البلد إذا راح مين بيردوه؟ المعاملة بهالبلد بدها تصير حق مشروع. ممنوع يوصل عائد الموظف إلا الرسم يلي بتتطلبه هالمعاملة. وكيفة الأحوال مشروعنا الفعلي تنخلص من كل هالواقع المزري بإدارات الدولة كلها سوا هو الحكومة الإلكترونية. الأمر الثاني اللي عم نشتغل عليه هلأ وبالفعل كل الأوقات هو أنه نرجع يلي للدولة للدولة، ونرد دولة فعلية قوية. كل السلاح اللي على أرضها إلا هي وحدة، والعلاقات الخارجية محصورة فيها، والقرار الاستراتيجي كله بإيدها. البعض رح يقلنا هيدا وهم، والبعض التاني رح يقول هيدا حلم، بس نحن رح نقلهم نحن ولاد القضية ولاد المقاومة، ما عندنا شيء اسمه وهم، ما عندنا شيء اسمه مستحيل.